إذا كان أحد وكلني في إخراج زكاة وأنا وكلت آخر لأعطائها لأحد الأشخاص، وأحد الأشخاص ده مدين للوكيل ده، فهو قال له لا خلاص ما تجيبليش الفلوس وخدها سدادا لديني، هل ذلك يجوز أم لا يجوز؟ عفوا، كان معطيه مال زكاة يوصل له لشخص؟ أنا موكلة إن أنا أخرج زكاة عن بعض الأشخاص. ماشي كويس. وكلت إنسانة أخرى. أيوه. إن هي تعطيها لشخص ما، الشخص ده عليه دين لهذه الوكيلة. فقال لها خلاص ما تجيبهوليش سدادا لديني. هل هذا يجوز؟ والله الأحوط له يستلم الفلوس وبعدين إن شاء سدد وإن شاء أطعم أهل بيته. أنا طلبت الطلب ده زي ما حضرتك قلت، بس هو قال خلاص أنا مش عايز، أنا ربنا كرمني بس سد ديني. فأنا هل بلغ لا يفعل أيضا، تسلمه الفلوس وهو إن شاء سددها وإن شاء أعطاه مصرفا أكثر احتياجا.